صاحب برنامج صباح الخير والتي هي كثيرة وتطرق كافة المجالات. اليوم نتحدث عن الإنشاد لطالب جامعي مخرج من جامعة فلسطين التقنية خضوري، بدأ بصورة فردية وبأداء ذاتي، شارك في الفعاليات المختلفة في الإنشاد. بالتأكيد نتحدث نحن عن حمزة يحيى. صباح الخير حمزة. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. أهلا. حمزة، يعني الإنشاد والخوض في موضوع الإنشاد، إمتى بلشت الإنشاد؟ أنا بدأت وأنا في الصف السابع تقريبا. كنت أشارك في الإذاعات المدرسية وأطلع وأنشد. طب حمزة، أنت شاركت مع فرق مختلفة وكنت في يعني خلينا نحكي في أكثر من فعالية أو حدث، مش عضو رئيس يعني. كنت أشارك وقت الحاجة فقط. طيب قديش بتشعر إنه الإنشاد يعني بتستمتع في هذا النوع من خلينا نقول الغناء الملتزم أو الإنشاد؟ والله بشعر براحة وسعادة لما طيب يعني حمزة، طبعا أنت حاليا غير حاصل على وظيفة لغاية اللحظة. نعم. في مجال تخصصك. صحيح. لكن بتعمل في سوبر ماركت، وأكيد هذا نوع من أنواع التحدي أنه الشباب الفلسطيني حتى لو ما كان في وظيفة في نفس التخصص. صحيح. أو المجال بإمكانه أنه يعوض. بتدندن وأنت بتشتغل؟ صحيح. كيف بتدندن؟ وين؟ في أي أكثر الأماكن بتدندن فيها أو حتى يعني بتغني؟ في البيت، في المخزن لما بكل حالة مثلا، في يعني لما أطلع مرة شمت هواء مثلا هيك. يعني أكيد من عينة وحتى تجربة حمزة المقصود الحديث منه أنه الغناء لا يقتصر فقط على المسرح أو صحيح. على سينما معينة أو حتى في مكان وجمهور كبير وواسع، وإنما إذا كان في هناك حب للغناء أو شغف للغناء يمارس في أي مكان. صحيح؟ صحيح، صحيح. طب حمزة، يعني حابين نسمع أنشودة من الأناشيد اللي حضرتك محضرها لإلنا، وبنفس عميق ونسمع سوا. تفضل. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غايات أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. يعني شكرا جزيلا على هذا الصوت الهادئ وبتعطي السكينة والطمأنينة حمزة. طب حمزة، امتى بتتدرب وكيف بتتدرب؟ واحنا بنحب ننوه انه هذه اول مره بتطلع فيها اعلاميا والظهور امام الكاميرا، وحمزه كان كثير متوتر سابقا، كان يحكي انه اذا انه هو امامي وامام خالد فيه كان توتر، فكيف لما بكون في كاميرا؟ بس شفت بسيط الموضوع، بدوش شيء. صحيح؟ صحيح. طيب كيف تدرب حمزه واي الاوقات اللي بتتدرب فيها؟ لما ابكى وقت الفراغ يعني غير الشغل، ببكى اسمع للانترنت للاناشيد الاسلاميه كل ما هو جديد مثلا، وأتدرب على نشيد. شو أكثر الأناشيد اللي بتجذبك في أي خلينا نقول نوع من أنواع الغناء؟ طبعا في ملتزم وغير الغناء العادي والوطني وأكثر من نوع سمعتنا، لكن أي نوع من أنواع الأناشيد اللي بتجذب حمزة وبتخليه يرددها أكثر؟ الأناشيد الروحانية أكثر والوطنية. نعم. طب حمزة، رح نسمع لشيء آخر إذا في بالإمكان نسمع هلا. تفضل. للأحباب نغني أغنية الأمجاد، للأحباب نغني أبطالا أفذاذ. من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم أشواقا تزداد.
أشواق أن تزداد من عبق اليرموك ومؤتى من أحفاد صلاح الدين من جيل قد عشق الموتى لطاهر ترب فلسطين. من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد. دائما وابدا الاشواق اكيد بتزداد من فلسطين ومن كل البقاع التاريخيه والمقدسه. حمزه، وين بتشوف حالك في المستقبل القريب في مجال الانشاد، وهل عندك النيه انك تطور حالك اكثر واكثر؟ نعم عندي. وين حابب تكون مشارك، في اي مثلا مجالات رح تحب تنضم لفرقه مثلا معروفه او حتى تكون منشد معروف على مستوى المحافظه على مستوى الوطن؟ صحيح، يعني اكيد بنتمنى لك كل التوفيق. حمزه يحدى منشد وأيضا محب لمجال الإنشاد، نتمنى لك كل التوفيق وبالتأكيد تطوير المهارات أكثر وأكثر، وربما في هذه المرة كسر لحاجز الخوف من الكاميرا وأيضا الجمهور.